كانت لدينا إكراهات مادية، فالعالم كله عنده إكراهات مادية في الجائحة هذه، ما غاديش نكونوا حنا استثناء، لكن كان علينا نتأقلموا مع الوضع. كيفاش تقلمنا مع الوضع؟ وهو أن تفاعلنا مع الآباء، قمنا بتسهيلات ورسلنا الآباء في هذا الشهر هذا. وأما فيما يتعلق بالموارد البشرية فنحن لم نسرح أي أحد، وما صفتنا حتى شي واحد لصندوق كوفيد، بل تحملنا احنا الأجور ديالهم، كل شيء توصل بالأجور ديالو في بداية السنة إن شاء الله. فغادي يكون إعادة التأهيل، يعني غادي نوجدوا الوليدات ديالنا، غادي نشتغلوا بالتوازي، يعني غادي ندخلوا في سنة جديدة، وفي نفس الوقت غنديروا اون ميز انيفو باش ملي يوصل ديسمبر جانفي ان شاء الله غنكونوا تغلبنا على الوضع، وغادي نكونوا حسنا المستوى ديال الاطفال ديالنا كانهم ما عمر كان هاد المشكل. ظروف دازوا على ما يرام في هذا المده ديال الكونفينمون من ناحيه الدروس مع وليداتنا. دونك المدرسه وفرت لنا جميع نقولوا حنا الاستعدادات والمؤهلات باش يخدموا، نوتامون داروا دي جروب بار كلاس زعما سوغ واتساب، يا يو دي واحد ديك دي سيونس في زوم باش الاستاذه كتقدر تجاوب حتى هي مع التلاميذ، ومنها الوليدات حتى هما كيشوفوا بعضياتهم. دونك باش كتحيد داك لو كونسيبت بالله راه ما كيشوف حتى واحد، ما اي با اون كلاس. سي فري كو في الاول سيتي ديفيسيل بور لي زونفون سورتو اللي كانوا صغيورين. حنا مدرسه النور عندي جوج الاطفال هنايا في المؤسسه. بالنسبه للتعليم عن بعد، هو اولا في المرحله الاولى هو كان صعيب عليهم شويه، لان جوج ديال الاطفال تبارك الله في قسم واحد وفي وقت واحد كيقراو، ولكن مالغري تو ساك استوعبنا معاهم، تبعنا معاهم الدروس اللي كيعطيوهم الاساتذه ديالهم. بالنسبه لي انا راضيه على التعليم عن بعد، لان الاطفال ديالنا الحمد لله خرجوا بنتيجه كيف كانوا غادي يخرجوا بها ملي كانوا في المؤسسه، لان الاساتذه ديالهم اولا عطاو المجهود نقدر نقول مضوبل على اللي كانوا كيعطيو في الاول في القسم، لان عرفوا باللي التلامذ ما كاينينش حداهم، ما كيقراوش حداهم، ما كيشوفوهمش. مي زعما من هادشي كله كنقول باللي كنشكر المؤسسه بصفتي ام اللي جوج الاطفال هنايا، وكنشكر حتى سورتو الطاقم ديال الاساتذه اللي الحمد لله تبعوا معاهم مزيان وغاديين في النيفو الحمد لله هو هذاك. كان كأم للتلميذه في هذه المؤسسه، انا جيت توجور ساتيسفيت من هذه المؤسسه من النهار اللي حطيت بنتي في الماتيرنيل. دونك جات هذا الدعم ديال الدراسه عن بعد، دونك تبت لي بان فريمون المؤسسه اللي نقدر نعول عليها في الدراسه ديال بنتي. دونك دات الدراسه بارابور الارتسامات ديال الزملاء ديالي، كان الدعم ديال المؤسسات النور دعم فريمون بوزيتيف. علاش بوزيتيف؟ لانه ما دارش في العشوائيه، كان ان بلانينغ، تيخدوا بعين الاعتبار لي بارون لي قاعدين في الدار، لي بارون لي خدامين، لي بارون لي ما قاريينش. دونك خداو كاع المعايير باش قدروا يوصلوا كل تلميذ ويعيشوه ويوصلوا له الدراسه والدعم ديالو في الظروف اللي عايشها هو في الاسره ديالو. واش عنده اب خدام قاري يقدر يتبع مع الدروس، يقدر يشد ان بورتابل، يقدر واش عنده بورتابل، واش عنده الانترنت، ما عنده الانترنت. دونك كاع هاد المعايير اللي تبازت على مؤسسات النور خلاتنا نطمئنوا على ولادنا من هنا لقدام، لان الجائحه ما توقفش على كوفيد 19. اللغه كيف ما يكون حوايج زوينين يكون حوايج خايبين، المهم اهم حاجه اننا نطمئن على مستقبل ولادنا في النور. دونك تنتمنى ان هاد الوباء اعطانا صوره واضحه على المؤسسه اللي حنا جينا ليها وخلنا نطمئنوا منها لقدام. كنا مرتاحين في هذا الكونفينمون بالنسبه للدراسه عن بعد، ربما كان تخوف في المره الاولى لان سيتي لا بروميير فوا غادي دار، مي الحمد لله ابري واحد ان سيمان تقريبا ولدي الحمد لله شخصيا انه اندمج في هذه الدراسه عن بعد. القدوم ديال هذه الجائحه، هذه الجائحه ديال كوفيد 19، يعني صراحه كان عندها واحد الاثار لا على النفسيه ديالنا، لا على نفسيه الاطفال، لا على النفسيه ديال الاطر التربويه، وين الحمد لله الاباء التلاميذ و يعني والاطر التربويه الحمد لله استطعنا ان نداركوا هذه المساله هذه. يعني اعتمدنا يعني اون كونسيرتاسيون يعني مع لو ستاف بيداغوجيك، يعني برامج تكون مبسطه
باش كلشي يستافد. بالنسبه للكونفينمون سا سي تري بيان باسي، زعما الاساتذه تبعوا وليداتنا مزيان في لو بروغرام ديالهم، والحمد لله لو بروغرام راه كمل.